أهلا بكم في نشرة الأخبار الرئيسية من قناة بلقيس، والبداية بأبرز العناوين. وفد الميليشيا في المشاورات يرفض إيقاف الهجمات في تعز ما لم تتوقف عمليات التحالف ضد تنظيم القاعدة. مسلحون يغتالون قائدا عسكريا في عدن، والمئات يحيون ذكرى مجزرة الميليشيا في التواهي. عودة الاحتفالات الشعبية إلى المكلا، ولجان وساطة في أبين تتسلم عددا من المقار الحكومية من القاعدة. مشاهدينا الكرام، نستهل معكم فتح الملف الخاص بآخر التطورات المرافقة لمشاورات السلام اليمنية في دولة الكويت برعاية الأمم المتحدة. أنهى المبعوث الأممي جلسة مشتركة عقدت بين وفد الحكومة وميليشيا الحوثي والمخلوع في الكويت، وقالت مصادر إعلامية إن وفد الميليشيا رفض الرؤية التي تقدمت بها الأمم المتحدة للحل في اليمن، والتي تضمنت تسليم الأسلحة والانسحاب من المدن ثم البدء بالعملية السياسية. وبحسب المصادر فإن الميليشيا أعادت بذلك المشاورات إلى نقطة الصفر ونسفت كل الجهود المبذولة خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى أن المبعوث الأممي رفض ذلك وأكد أنه لا يمكن العودة للوراء. وفي سياق متصل، قالت مصادر سياسية أن وفد ميليشيا الحوثي ربطت وقف خروقاتها في تعز والبيضاء ونهم في صنعاء ومحافظات أخرى بوقف العملية العسكرية ضد تنظيم القاعدة في حضرموت. وبحسب المصادر فإن وفد الميليشيا طالب بوقف العمليات العسكرية في حضرموت، مؤكدا أنه لا يمكن أن نترك هؤلاء هدفا للضربات الأمريكية والتحالف، في إشارة إلى القصف الذي يستهدف تنظيم القاعدة. إلى ذلك، أكد وفد الحكومة في مشاورات الكويت أنه لا سلام مع ميليشيا الحوثي والمخلوع ما لم يتم البدء بإجراءات بناء الثقة وتسليم السلاح للدولة. وقال عضو الفريق الحكومي عبد الله العليمي أنه لا سلام مع الميليشيا ما لم يتم الإفراج عن السجناء والانسحاب من المدن وتسليم السلاح واستعادة مؤسسات الدولة وعودة الحكومة ثم استئناف العملية السياسية. وأضاف العليمي أننا لن نكون جسرا ليعبر خلاله الواهمون بالشراكة والقابعون خلف وهم الوفاق. هذا وكان الوفد الحكومي في الكويت قد أكد أن المشاورات ترتكز على المرجعيات الأساسية، وأهمها القرار الأممي 2216 نافيا ما تناقلته وسائل إعلام عن وجود ضغوط على الوفد الحكومي لتقديم التنازلات. نقاط الخلاف في مشاورات الكويت لا تزال متباعدة. أكثر من 15 يوما على بدء جولة المشاورات ولا تقدم يذكر حتى الآن، باستثناء ما أعلن عنه المبعوث الأممي تشكيل 3 لجان مشتركة تعنى اللجنة الأولى بالسجناء السياسيين والأسرى وجميع الأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفيا. أما اللجنة الثانية فهي أمنية وعسكرية تهتم بالقضايا المرتبطة بالانسحاب وتسليم السلاح، في حين تتولى اللجنة الثالثة الشؤون السياسية وإعادة مؤسسات الدولة والتحضير لاستئناف الحوار السياسي. ليست هذه الخطوة سوى محاولة لفك عقدة المشاورات، ولا يمكنها أن تكون حلا بالنظر إلى المؤشرات التي أفضت إليها آخر الاجتماعات. تقول مصادر سياسية إن وفد الميليشيا يتلكأ عن جدول الأعمال، فتارة يوافقون على السير فيها تحت مظلة المرجعيات الثلاث، وتارة أخرى يتراجعون. يتحدثون عن خروقات للحكومة وقوات التحالف للتهدئة، وهم من يقومون بخرقها. يقايضون أيضا التوقف عن ضرب تعز ومأرب والجوف بوقف الحرب ضد القاعدة في حضرموت. لكأن الحوثيون وحليفهم لا يبحثون في جولة الكويت إلا عن تحييد التحالف وشرعنة انقلابهم، فيما يستمرئون اللعب على أعصاب الوفد الحكومي والرعاة الإقليميين والدوليين، ويبحثون فقط عن الإيمان أولا بالبند الخامس في المشاورات قبل أي بند آخر، وبالتحديد استئناف العملية السياسية من حيث توقفت في نهاية العام 2014. بينما يؤكد الوفد الحكومي أنه لا سلام ما لم يتم البدء في إجراءات بناء الثقة والمتمثلة بالإفراج عن السجناء ثم الانسحاب من المدن وتسليم السلاح واستعادة مؤسسات الدولة وعودة الحكومة وكذا استئناف العملية السياسية. رئيس وفد الميليشيا محمد عبد السلام كتب في صفحته على تويتر ما قاله: إن اليمن محكوم بالتوافق وفق المبادرة الخليجية، ومحكوم بالحوار السياسي الشامل وفق قرارات مجلس الأمن، ومحكوم بالشراكة وفق مخرجات الحوار الوطني. بينما رد الوفد الحكومي بقوله إنه لن يكون جسرا ليعبر خلاله الواهمون بالشراكة
والقابعون خلف وهم الوثاق. على الصعيد الميداني، واصلت ميليشيا الحوثي والمخلوع قصفها العشوائي على عدد من الأحياء والقرى الآهلة بالسكان في تعز، ما تسبب بسقوط إصابات في صفوف المدنيين. وقالت مصادر محلية إن القصف طال عددا من الأحياء في المدينة وقرى آهلة بالسكان في حيفان وصبر والوازعية ومناطق أخرى في المحافظة. كما استهدف القصف مواقع الجيش والمقاومة في أنحاء متفرقة من المدينة وعدد من مديريات المحافظة. إلى ذلك، قالت مصادر محلية أن الميليشيا واصلت إرسال تعزيزاتها إلى عدد من الجبهات في تعز. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. أيام عصيبة تعيشها محافظة تعز، وربما هي الأعنف منذ بدء التهدئة، التي تعتبر تعز خارج نطاقها ولم تشملها البتة، حيث تشهد المدينة خراقات متكررة للميليشيا متمثلة بقصف الكثير من المواقع، علاوة على عدم توقف القذائف والصواريخ التي ترسلها على الأحياء السكنية. هذه المنازل في حوض الأشراف وثعابات لم تسلم من القصف الروتيني الذي انتهجته الميليشيا على المدينة. هادين في نوم، مستبيتين في بيوتهم، آمنين مطمئنين إذا الصاروخ الكاتيوشا هذا يسقط على هنا تحديدا هذا المكان بالتحديد. فيما تعرضت قرى سكنية أخرى في مديرية الوازعية وصبر ومنطقة الضباب إلى قصف هو الأعنف من نوعه. لم يتوقف الأمر عند القصف وحسب، فما زالت الميليشيا تعزز من حشدها العسكري على مختلف مداخل المدينة وتنقل معدات ثقيلة إلى مواقع أخرى بغية استهداف المحافظة من خلالها. المجلس العسكري وعبر ناطقه منصور الحساني دعا وفد الحكومة في المشاورات إلى الانسحاب من المفاوضات، موضحا أن الميليشيا لا تؤمن بالسلام ولا تعترف بالحوار ولا زالت موغلة في القتل والتدمير. وبحسب مراقبين، فإن استمرار الميليشيا في خروقاتها وإعادة تموضعها في جبهات القتال سينقل الواقع التفاوضي إلى منحى آخر، إذ لا يبدو المشهد العسكري داعيا للتفاؤل ولا يوجد هناك تقارب بين المسار التفاوضي والواقع الميداني. في تعز أيضا أقيمت فعالية إحياء أربعينية المصور محمد اليمني الذي قتل برصاص قناص حوثي غربي المدينة، وحضر الفعالية أعضاء من مجلس تنسيق المقاومة وعدد من الصحفيين والإعلاميين، وتم استعراض فيلم وثائقي يحكي مراحل حياة الشهيد اليمني. وتخللت الفعالية أيضا بيان صادر عن الصحفيين والإعلاميين والناشطين في تعز، استهجن استهداف الإعلاميين وطالب المنظمات العالمية والجهات المعنية بحماية العاملين في مجال الإعلام. بمحافظة تعز متزوج ولديه الثورة الشبابية الشعبية السلمية. إلى محافظة البيضاء، حيث قتل قياديان حوثيان في عملية نوعية للمقاومة الشعبية بمديرية ديناعم ردا على الخروقات المتكررة للتهدئة. وقال الناطق باسم المقاومة الشعبية في ديناعم محمد العمري إن قياديين من الميليشيا لقيا مصرعهما مع عدد من المرافقين في عملية للمقاومة الشعبية بالمديرية، وأوضح أن القياديين الحوثيين أحدهما يدعى أبو جهاد الحوثي وهو المسؤول المالي للميليشيا بالمحافظة، مشيرا إلى أن العملية النوعية جاءت ردا على خروقات الحوثيين المتكررة بقصف القرى السكنية ومواقع المقاومة واستمرارهم في التحشيد العسكري. إلى ذلك، جددت ميليشيا الحوثي والمخلوع قصفها العشوائي على قرى آهلة بالسكان غربية محافظة شبوة. وقالت مصادر محلية أن الميليشيا شنت قصفا استهدف عددا من القرى السكنية في مديرية عسيلان، ما تسبب بأضرار في عدد من المباني ومنازل المواطنين. كما تعرضت عدد من مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية للقصف من قبل الميليشيا في عسيلان، وخاصة في مواقع اللوائين العسكريين 19 مشاة و21 ميكا. اغتال مسلحون مجهولون قائدا عسكريا فيما أصيب اثنان من مرافقيه في مدينة عدن،
وقال مصدر أمني لقناة بلقيس إن مسلحين هاجموا القائد العسكري في اللواء 39 مدرع العقيد بدر محمد اليافعي عقب خروجه من منزله في مديرية خور مكسر، وأطلقوا عليه النار ما تسبب بمقتله وإصابة 2 من مرافقيه، فيما تمكن المسلحون من الفرار عقب العملية ولم تعرف هويتهم. وقوات اللواء 39 مدرع المعروفة باسم معسكر بدر هي قوات برية تتبع المنطقة العسكرية الرابعة وتتخذ من مدينة عدن مقرا لها. ونبقى في عدن حيث أحيا المئات من أبناء المدينة الذكرى الأولى لمجزرة التواهي التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي والمخلوع وراح ضحيتها عشرات النازحين، كما وانطلق المشاركون في مسيرة احتجاجية عقبتها وقفة رمزية منددة بالجريمة الشنعاء، هذا ورافق الفعاليات معرض للصور. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير مراسلنا آدم الحسامي. يقف المواطن باسل جعفر على رصيف ميناء التواهي متذكرا مجزرة غير مسبوقة حدثت قبل عام أفقدته ولده الذي لم يكمل 3 سنوات وخلفته وزوجته مصابين بأجسادهما وبحسرة لا تندمل. ضرب فوقي فوق ابني فوق زوجتي، ابني صغير مات 2 و5 شهور وأنا مصاب لحد الآن مصاب، زوجتي مصابة في البيت. طفل باسل أحد العشرات من المدنيين الذين تعرضوا لسلسلة من الانتهاكات ختمت بقتلهم وهم على قارب ينتوون عبره النزوح هربا من قصف منازلهم من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع. لقطة تمثيلية صغيرة عن ما حدث بنفس المكان قبل سنة بالضبط. نحن هنا نشير روي الناس العالم كيف كنا قبل سنة. قبل عام في مثل هذا اليوم ارتكبت ميليشيا الحوثي والمخلوع مجزرة بحق العشرات كانوا يهمون بالنزوح من هنا من رصيف التواهي إلى الضفة الأخرى في مديرية البريقة. جموع من المواطنين والناشطين وقفوا على الرصيف، وكان من ضمن الحضور شهود عيان من العاملين في الميناء أدلوا بشهادتهم للكاميرا بانتظار شهادتهم في محاكمة عادلة. ضربت في زورق كان واقف هنا وتناثر الشظايا وقت فوق الناس وسعفناهم نحن لما باصهيب. بعدها بثلاث أيام بعد القتلى والجرحى طلعنا حوالي 1500 من البحر. الفعالية التي أحياها المئات من أبناء المدينة تهدف لتذكير المجتمع الدولي بجريمة غير مسبوقة، وحتى لا تغرق هذه الجريمة في بحر النسيان. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن. إلى محافظة أبين حيث تسلمت لجنة وساطة قبلية عددا من المقار الحكومية من تنظيم القاعدة في المحافظة. وقالت مصادر محلية إن لجنة وساطة قادها عدد من شيوخ القبائل وشخصيات اجتماعية تسلمت مبنى المجمع الحكومي وإدارة أمن زنجبار ومقر إدارة الأمن السياسي ومبنى محكمة الاستئناف ومنشآت حكومية أخرى. وأكدت المصادر أن الوساطة سلمت المنشآت الحكومية بعد ذلك إلى مدير أمن زنجبار العقيد سالم الحامدي، والذي بدوره قام بنشر عدد من الوحدات الأمنية لحراستها. على صعيد متصل، لا تزال لجنة الوساطة في محافظة أبين مستمرة في استلام وتسليم باقي المنشآت الحكومية في زنجبار ليتم الانتقال إلى مدينة جعار حتى انتهاء المهلة المحددة لانسحاب تنظيم القاعدة بشكل كلي من زنجبار وجعار خلال أسبوع. أطلال مرافق حكومية هي ما تركته القاعدة في محافظة أبين لتتسلمها لجنة أهلية تحضر فيها السلطات الرسمية في اتفاق هو الأول الذي يقضي بانسحاب القاعدة دون قتال. وساطة أهلية هي من أبرمت هكذا اتفاق بهدف تجنيب المحافظة ويلات الحرب حسب قولهم، خصوصا بعد توجه الحكومة والتحالف لحرب القاعدة في اليمن. شكرا للجنة على ما بذلته من جهود تجنب المحافظة ويلات الحرب. لم يجري الحديث عن الاتفاق طويلا حتى عكس كواقع ملموس، فمنذ اللحظات الأولى للاتفاق انسحبت عناصر التنظيم من المرافق وجرى تسليمها للجنة، بل وحتى تذليل العقبات أمام تنفيذ الاتفاق. باقي معانا حاجة بسيطة من الأدارات موجودين فيها، موجود فيها مزروع ألغام ونوع من العبوات هكذا، يستمروا فيها ويبلغونا بأنها نظيفة ونستلمها منهم ونسلمها إلى اللجنة الأهلية المشكلة.
هذه المرونة التي يبديها التنظيم والتزامه حسب مراقبين تثير الريبة، خصوصا في عدم وضوح بنود الاتفاق كمستقبل عناصره المنسحبة ووجهتهم القادمة في ظل غياب دور السلطات المحلية. ونطلب من دولة المحافظة أو ممثلين المحافظة في الدولة بأنهم يساعدونا، لأن ناشدهم إلى الآن هذا من أول يوم ونحن مستمرين ولا نبصر حد ولا أحد يساعدنا بشيء. حضور للمواطنين لافت شهدته الأسواق والشوارع يعكس استبشارهم بحالة أمان طالما حرموا منها وانتظروها. على صعيد متصل، أعلن الجيش الأمريكي أن عشرة من تنظيم القاعدة في اليمن قتلوا بغارات لطائرة من دون طيار خلال شهر أبريل المنصرم. وقال بيان للجيش إن الولايات المتحدة قتلت عشرة وأصابت واحدا من متشددي تنظيم القاعدة في جزيرة العرب خلال أربع غارات جوية شنت في أواخر أبريل الماضي مستهدفة فرع تنظيم القاعدة في اليمن. وعادة ما تشن طائرات أمريكية من دون طيار ضربات جوية تستهدف قيادات وعناصر نشطة في أنحاء متفرقة من اليمن. في السياق ذاته، قال مسؤولون أمريكيون إن البنتاغون يوفر الدعم العسكري والاستخباراتي والسفن والعمليات الخاصة لمساعدة القوات اليمنية في حربها ضد عناصر تنظيم القاعدة في اليمن. وقال الناطق باسم البنتاغون الكابتن جيف ديفيز إن واشنطن تقدم دعما محدودا للتحالف العربي والقوات اليمنية داخل مدينة المكلا والمناطق المحيطة بها، لافتا إلى أن هذا الدعم يشمل التخطيط والمراقبة الجوية وجمع المعلومات الاستخباراتية والدعم الطبي والتزود بالوقود والاعتراض البحري. حمل رئيس دائرة العلاقات الخارجية للحزب الاشتراكي اليمني محمد غالب أحمد ميليشيا الحوثي مسؤولية حماية قيادات الحزب ومقره في العاصمة صنعاء. وقال غالب في تصريحات صحفية إنه في حالة تعرض المقر للاقتحام أو تعرض قيادات الحزب وأعضائه في صنعاء لأي مخاطر فالمسؤولية والتهمة لن تكون إلا على الحوثيين. وأضاف غالب أن الحوثيين هم من يمتلكون السلاح الثقيل والمتوسط والخفيف وكاتم الصوت وكل القوى العسكرية والأمنية والاستخباراتية والسجون الظاهرة والمخفية، ولذلك فهم يتحملون المسؤولية. يأتي هذا عقب تطورات الجديدة في مواقف الحزب الذي أعلن فيها تأييده لشرعية الرئيس هادي والحكومة والوقوف ضد الميليشيا. أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي أن موظفة مختطفة في اليمن منذ نحو نصف عام ظهرت في شريط فيديو لأول مرة. وقالت اللجنة الدولية في بيان لها إن الموظفة المختطفة في اليمن نوران حواس ظهرت في فيديو على الإنترنت مطالبة عدم مشاركة هذا الفيديو. وبثت وسائل إعلام شريط فيديو يظهر الرهينة حواس وهي تناشد الرئيس هادي والرئيس الفرنسي واللجنة الدولية للتدخل وإطلاق سراحها. وقد اختطفت الموظفة حواس التونسية الأصل فرنسية الجنسية في العاصمة صنعاء مطلع ديسمبر عام 2015. دعا المركز الوطني للأرصاد المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر من الانهيارات الصخرية الناتجة عن استمرار هطول الأمطار الغزيرة. ودعت الأرصاد الجوية المواطنين إلى أخذ الحيطة من التدني في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار وتشكل الضباب خاصة من قبل سائق المركبات، كما نبهت الصيادين ومرتادي البحر في باب المندب والسواحل الغربية من ارتفاع الموج وشدة الرياح نهارا. إلى محافظة حضرموت، حيث تواصل السلطات المحلية مساعيها لإعادة تطبيع الحياة العامة بعد تحريرها من سيطرة تنظيم القاعدة. وشهدت المكلا عودة المؤسسات الخدمية والعامة إلى العمل واستئناف تقديم خدماتها للمواطنين. تفاصيل أكثر في تقرير مراسلنا محمد اليزيدي. يبدو أن المكلا تسير بخطى واثقة نحو إعادة تطبيع الحياة وعودة مرافق ومؤسسات الدولة بعد غياب استمر لأكثر من عام رغم سيطرة عناصر تنظيم القاعدة على المدينة. واليوم وبعد عودتها إلى أحضان الشرعية بدأت ملامح الفرحة والأمل في الظهور على وجوه سكان المكلا بعد انتشار وحدات قوات النخبة الحضرمية في شوارعها، وهي المدينة التي تنفض عن نفسها الغبار الذي خلفته تلك المرحلة.
فهذه المؤسسات الحكومية ومرافق الخدمات العامة تعاود فتح أبوابها وتقديم خدماتها الأساسية للسكان تحت إدارة شرعية، حيث باشر موظفو الكهرباء والمياه والاتصالات في إصلاح خطوط الإمدادات التي تضررت. المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي استعاد نشاطها في الأيام الجارية بعد حدوث المشاكل والأحداث التي صارت سابقا، ونرجو من المشتركين أن يسددوا ما عليهم من مستحقات. موظفو النظافة أيضا انطلقوا ومنذ الوهلة الأولى بعد التحرير لتنظيف شوارع المكلا ورفع المخلفات منها، بما تواصل بقية مؤسسات الدولة ترتيب أوضاعها لإعادة مزاولة عملها. الأمور الحمد لله تحسنت والفضل لله سبحانه وتعالى، ولأبنائنا برضو اللي ساهموا في استقرار هذه الأوضاع اللي هي النخبة الحضرمية أو النخبة من الحضارم في تحرير حضرموت، إلى جانب قوات التحالف نوجه لهم الشكر والتقدير، ونتمنى أن تعود الأمور إلى ما هي عليه وأفضل وتستقر البلاد ونعيش في أمن وأمان. عودة مؤسسات الدولة إلى العمل من جديد صورة مستمرة تعد تحديا كبيرا للسلطات الحكومية بعد كسبها رهان تحرير المدينة من سطوة المسلحين. رغم المخاوف التي لا تزال تنتاب البعض هنا، إلا أن الصورة على الأرض تشير إلى أن كل شيء في المكلا في طريقه ليعود أفضل مما كان عليه. محمد اليزيدي في قناة بلقيس، المكلا. وبالعودة إلى آخر تطورات المشهد في محافظة أبين، معنا من هناك مدير الأمن العميد ناصر علي هادي. سيادة العميد، أهلا بك معنا في هذه النشرة. بداية، إلى أين وصلتم في الإسلام والتسليم للمؤسسات والمرافق الحكومية من قبل عناصر تنظيم القاعدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أنا أوجه شكري وتقديري واحترامي للأخوة المواطنين الذي قاموا بمظاهرات وانتفضوا ضد العناصر الإرهابية، وكذا أوجه شكري وتقديري إلى لجنة الوساطة الذي عملوا جاهدين في سبيل التحاور مع العناصر الإرهابية حتى تم منعهم بالانسحاب من محافظة أبين. زنجبار وقمر. والحمد لله الآن خلال يومين هذه تم استلام يعني كثير من المرافق، منها عادات الأمن والنقدة وإلى المجمع الحكومي والمجمع القديم للمحافظة، وكذا الأمن السياسي وكثير من الإدارة الحكومية والمرافق المدنية، وتم ترتيب فيها يعني حراسات أمنية ليقوموا بالتغطية الأمني، ونحن مقدمون إن شاء الله بإذن الله بالنزول وإلى تثبيت الأمن والاستقرار. ونوعد أهلنا وأخواننا في المحافظة بأننا سنعمل جاهدين على الأمن والاستقرار والحفاظ على أمنهم، وأننا سنعمل جاهدين يعني نثبت الأمن والاستقرار. يعني أفضل من ذي قبل. سيدة العميد، يعني الآن نعتبر زنجبار أصبحت خالية تماما من عناصر تنظيم القاعدة، ومدينة جعار في الطريق، أم لا زالت هناك بعض التواجد لعناصر التنظيم؟ تقدر تقول أنه أصبحت خالية 80% زنجبار وجعار 80%. وفي يعني تبقى شوية يعني يقوموا بأخذ بنزع على الألقام والعبوات الناسفة، وفي طريقهم إن شاء الله إلى الحاق بأصحابهم. المعوقات التي واجهتموها في أيام استلام والتسليم للمرافق والمؤسسات الحكومية في مدينة زنجبار وجعار ما هي سيادة العميد؟ طبعا هناك يعني تقدر تقول أنه أبين زنجبار وخنفر يعني هي خالية من رجال الأمن. لأنه كان كل الأفراد والضباط يعني خارجين لأنهم كانوا ملاحقين. ولن يتواجد أحد، ولكن عملنا شكل صعوبة، ولكن يعني بفضل الله وفضل يعني المواطنين تم استلام بواسطة اللجنة، هو الذي نقدم لهم الشكر والتقدير. أحضار يعني مجموعة من الأفراد وتم تأمين المرافق. سيادة العميد، الكثير يشتكي في المحافظة من عدم يعني
اهتمام من قبل الحكومة، من قبل الدولة، ولا زالت الجهود حتى الآن هي عبارة عن جهود من أبناء المحافظة نفسهم؟ لا شك في هذا الكلام، انه خلال الفتره هذا يعني من 2011 ابين هي يعني مرت بخراب وتدمير ولحقها يعني حرب الحوثيين وعطاش الاخيره. نعم. وتضررت يعني المرافق الحكوميه وكذا جهات الامن، يعني حيث انه لا توجد لدى الامن يعني اي اليات او اي امكانيات خلال الفتره كامله هذه. نعم. ولكن دائما المواطنين هم سباقون، يعني هم اخواننا ونحن. نعم. يكون رجل الامن الا بالمواطن. نعم سياده، المواطن هو اساس يعني في. نعم سياده نحن منهم، نحن منهم وعليهم. نعم سياده العميد، هل بدات مؤسسات الدوله ممثله مثلا بالمحافظ، اعضاء المجلس المحلي بممارسه مهام من المقرهم في المحافظه، ام لا زال هناك عدم حضور من قبل المسؤولين والمعنيين في اداره المحافظه؟ الآن بدأ الترتيبات إن شاء الله بإذن الله، وسي مسؤول عملهم في البيوتين. نعم عناصر تنظيم القاعدة التي انسحبت. نعم سيادة العميد، عناصر تنظيم القاعدة التي انسحبت من زنجبار ومن جعار إلى أين وجهتها بعد أن سلموا كل ما كان بأيديهم من مقر ومؤسسة حكومية في أبيان؟ اتجه هو طريق يعني الخبر لطريق العرضوب والأودر. نعم يعني لا زالوا في المحافظة، لا زالوا في بداية المحافظة. نعم هل هناك مثلا يعني خطة لتحرير بقية مديريات محافظة أبين، أم ستقتصر الخطة على مركز المحافظة ومديرية خنفر فقط؟ لا شك في هذا، سنبسط يعني حاليا على يعني عاصمة المحافظة وقعار، وسنقوم بتحرير المحافظة المديرية الأخرى، وسنثبت الأمن والاستقرار في جميع المديريات، وسندخل نعم لكل مديرية. العميد ناصر علي هادي مدير أمن محافظة أبين، شكرا جزيلا لك. في محافظة حضرموت شهدت مدينة المكلا عودة الاحتفالات الشعبية بعد تحريرها من القاعدة، وقالت مصادر محلية إن المدينة شهدت إقامة عدد من الحفلات الغنائية والسهرات الفنية والتي كانت تقام في الأعراس والمناسبات الاجتماعية. الطرب والسهر والشعر، ثلاثة أشياء هي ما تميز مدينة المكلا التي كانت على موعد مع أول حفلة غنائية بعد طرد عناصر تنظيم القاعدة من المدينة. معها عاودت المباهج وصدح صوت الفنانين في ليل المدينة الساحلية، فلا يذكر الفن إلا وتذكر معه المكلا. لكن منذ سنة تقريباً إبان سيطرة المتشددين على المدينة، اختفت هذه الحفلات عن المشهد، وخبأ الناس آلتهم الموسيقية هربا من بطش العناصر المسلحة. علاقة محافظة حضرموت الحميمة بالفن أصيلة وضاربة في الجذور، لكنها مرت بظروف عصيبة، فحضرموت حاضرة الشعر والغناء على الساحتين المحلية وأيضا العربية كادت تفقد هذه الخاصية. ومع عودتها في أول سهرة غنائية منذ تحريرها من سيطرة جماعة أنصار الشريعة، عاودت روح الفرح لأبناء المدينة بعد تحريم الموسيقى عليهم وتعرضهم لمنع إحياء مثل هذه الحفلات الغنائية والرقص في المناسبات. شهد هذا الحفل احتشاداً وتفاعلاً كبيرين من سكان المدينة الساحلية، حيث عبروا عن سعادتهم بالرقصات الشعبية كعودة للبهجة والفرح. فالأرض التي انجبت عمالقة الشعر والفن الكبيرين أبو بكر سالم بالفقي وحسين المحضار لا يمكن لها أن تكون حاضنة للتطرف والتشدد. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. وفد الميليشيا في المشاورات يرفض إيقاف الهجمات في تعز ما لم تتوقف عمليات التحالف ضد تنظيم القاعدة. مسلحون يغتالون قائدا عسكريا في عدن، والمئات يحيون ذكرى مجزرة الميليشيا في التوه. عودة الاحتفالات الشعبية إلى المكلا، ولجان وساطة في أبين تتسلم عددا من المقار الحكومية من القاعدة.
نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة بلقيس. للمزيد يمكنكم متابعة موقع القناة الإلكتروني، كما يمكنكم التفاعل مع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.